غيروا الحكم والاستعانة بحكم كيني. هجمة أمامية خطير، استلام روعة، والتصويب والهدف الأول. تصويبة والهدف الأول في المباراة، في باصة جميلة في العمق، وهدف بقدم اللاعب الليبيري أنتوني لافور في الدقيقة مشاهدينا 31 من زمن الشوط الأول، من خطأ كبير يسأل عنه في هذه البطولة في هذا العام. ركنية لسان داونز، ورا لانجرمان، عالية خطيرة، والهدف الثاني. مش ممكن، مش معقول، هدف ثاني، هدف التعزيز لفريق سان داونز في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول، من ركنية، من متابعة، من عرضية، ولكن تروح وتعدي فين في التسعينة. محمود شيكابالا والعرضية جميلة، استلام روعة، أيمن حفني، وتاخد كورة حفني، هيعد وتصويبة، مش ممكن، طلعت بره. ياه 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 ياه، يا على الخطورة، يا على المهارة، يا على التصويبة الجميلة بقدم نجم أيمن حفني، ولكن تعد مشاهدينا، طلعت بره. بص مساحات واسعة موجودة ورا في دفاعات سان داونز، لا للاعب تيوا، التصويبة والهدف الثالث. التصويبة والهدف الثالث في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني، بنران صديقة بقدم إسلام جمال في هجمة سريعة جميلة منظمة، في تصويبة جميلة قوية أرضية بقدم اللاعب رقم 22 اللاعب تاو.